بتاعتنا غير في بعض نوع الصحافة تخلي الصحف لازم يظهر مش لازم الصحف والمساحات اللي موجودة عندنا في مصر محدودة كانت بتهدد بعض المهددات بتحددها زي الرعي الجائر من الإبل خصوصا في مناطق جنوب البحر الأحمر وبالتالي هذا النوع النباتي هو كنز وراثي نباتي في مصر موجود لأن هذا النوع بينمو في المية المالحة في البحر الأحمر الملوحة أربعة خصوصا أن هذا النوع النباتي له دور مهم جدا في التغيرات المناخية كل الدراسات والابحاث بتقول انه بيمتص غازات الاحتباس الحراري 4 أضعاف الغابات الاستوائيه وبالتالي ليه دور مهم جدا في ظل ما يسار على زياده مياه البحر وهو بالتالي ليه دور مهم في حمايه الشواطئ زي ما النهارده الخندل في موقع حماده واحنا النهارده 16